وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مقدمة مستقبلي فخامة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة لدى وصولها إلى البلاد مساء أمس في زيارة إلى مملكة البحرين، وذلك تلبية لدعوة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى لحضور قمة مجلس التعاون 37 والتي ستعقد بمملكة البحرين كضيفة شرف. وقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مع فخامة رئيسة وزراء بريطانيا مسار العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، حيث أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن مشاركة رئيسة وزراء بريطانيا في القمة الخليجية والتي تستضيفها مملكة البحرين يعكس متانة العلاقات الخليجية البريطانية والحرص المتبادل على أن يشهد مستقبل هذه العلاقات تعاونا أشمل وتنسيقا أوثق بما يخدم المصالح المشتركة. واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مع رئيسة وزراء بريطانيا جملة من الموضوعات المتصلة بالتعاون الثنائي فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية الخاصة بالأمن والاستقرار من جهة والجوانب الاقتصادية من جهة أخرى.